بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انت مش فاهمه كميه الكومنتس عامله ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصوره. يا بنتي انت مش فاهمه، دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلت لك يا سو انا مش سهله، انا مش سهله خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة، وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده، تحس إنها واكلة تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا، فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة، ما تنسيش. انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس، ما عملتش حاجه غلط، ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب، اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى اسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا، غاية في الموضوع يعني أنا جاسرة. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. أنا جاسرة. علي صوتك بالغنى. أنا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. أخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت، هي والبتاع اللي معاها دي على جثتي. تس 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 تس. اي اي باشمهندس، والنبي زود لي بقى الافكت بقى، عيب يعني، ده انا حبيبه. ايوه تست، ايوه الله، ايوه تمام تمام. عمنا باشا، انت مصور كوكو مصور حضرتك؟ ما توقفليش، انا بقى هتقف لي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله. ماشي، فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك، تقعد لي هنا، تخرج وتدخل والكلام الحلو ده. ماشي، والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبي. يا كاريكا، مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد. ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا، يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟ يلا العروسه وكتاب الله، لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقة نفسي يا سو، such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير، لو حد عدى من بره هيفتكر مولد. على فكرة أنا بجد اللي مش مصدقاكي، أنت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people، مش فارق معاكي خالص إن باباكي متجوز البيئة اللي اسمها صباح دي. إزاي يعني مش فارق معايا؟ إذا كنت أنا من ساعة ما عرفت إنه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص، ليه ما بقصيش الجوازة يا نالي؟ سو بابي قليل الأدب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان، اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي. فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو. اللالو whatever. انا قلت سيبه يومين ثلاثه يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها.
ايه بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا، دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تس 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 تشيك تشيك إيه تشيك مايك تشيك مايك. ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني، مبروك للحاج. انت مين دي حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني، هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح، يعني تقدري تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز؟ اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه؟ ليه بتحطوا اسف كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله، الاس دي مش بتاعه البلور، لا دي اس بتاعه الابوستروف اس، يعني الاس عايده على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر، انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. قولي شيكس 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 شيكس. في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده نقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد اطفوا. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زغروطة يا ولاد. على عينك يا أهرانا، على عينك يا أهرانا، حبات الليلة يا عيانا، على عينك يا أهرانا، على عينك يا درتي، على عينك يا درتي، الأبيض والأحمر فضلتي، على عينك يا درتي. يلا مساء الخير يا جماعه. مستر سليم. هاي. ازيك؟ هاي انكل سليم. اهلا يا نيل يا بنتي، مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبه اللي احنا فيها. لا خير في ايه؟ في ايه يا انكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينه ازاي؟ بص البالونه اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثه. لا الاطفال اللي معاهم، والله العظيم يا انكل دول مش اطفال، استحاله يكونوا دول اطفال بريئين. من شويه واحد صغير كده جه يقول لي ايه؟ بص لي كده كانه بصت راجل كبير، كانه راجل مضغوط، قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو محلوس. يعني ايه؟ يعني ايه يقول لي انا كده؟ هو ده اللي قال لي كده يا عمك؟ يعني اللي ده قصده ملحوسه. Whatever. ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبد الله مكاوي؟ كارثه كارثه. عملها بلدي جدا، بلدي، دول اهلها، دول قرايبها. يعني ليه؟ يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجه بالظبط؟ ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي، من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله من حياته. بليز بليز يلا ننقذه، حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني ليه؟ ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. الله، حضرتك بتتكلم بجد؟ انا طبعا.
واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجة. طب اتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميلة دي تجيب لك بقى حلابسة وبلابسة والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني.